بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. النهاردة كانت نهاية رحلة بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي. النادي الأهلي أعلن اليوم فسخ التعاقد باتفاق الطرفين. بيتسو موسيماني مشي من النادي الأهلي، خلاص الموضوع انتهى. لكل من كان يريد أن بيتسو موسيماني يمشي من النادي الأهلي مشي، لكل من كان يريد أن يكمل بيتسو موسيماني رحلته في النادي الأهلي، لا، بيتسو موسيماني مشي من النادي الأهلي بعد اتفاق الطرفين. يعني إيه بعد اتفاق الطرفين؟ يعني كان هناك جلسة ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن خطيب وشركة كرة القدم ياسين بيه منصور وكابتن حسام غالي وبقية الكابتن زكريا ناصف الكابتن محسن صالح، قعدوا مع بيتسو موسيماني. ايه اللي حصل اثناء هذا الاجتماع؟ لا احد يعلم. كل شويه حد بيطلع بكلمتين من هنا وحد بيطلع بكلمتين من هنا وحد بيطلع، كل واحد طبعا له مصادره وكل واحد له طريقته في ان هو يقول ايه اللي حصل. لكن في النهايه صدقوني ان ما حدث ان بيتسو موسيماني مشي، خلاص انتهى الموضوع. بالنسبه لنا كاهلاويه احنا بنشجع النادي الاهلي. خد بال حضرتك، لكل أهلاوي خلال هذه الفترة كل اللي أي حد عايزه عايز إيه؟ وحضرتك ناسي إن في مباراة ما بين الأهلي والزمالك، أو الأهلي وإسترن كامباني الأول وبعد كده الأهلي والزمالك وبعد كده الأهلي وبيراميدز وبعد كده الأهلي خلي بال حضرتك من هذا الكلام. كل اللي عايزه بعد ما لا يشجع النادي الأهلي إن هو يخلي جمهور النادي الأهلي يركز في مين اللي جاي. طبعا لازم نركز في مين اللي جاي، ولازم نعرف هو مين المدير الفني القادم، ولكن احنا عندنا مدير فني مؤقت دلوقتي لغاية او لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي، لحين التعاقد مع مدير فني اخر خلال الفترة القادمة. كابتن سامي قمصان هو المدير الفني للنادي الأهلي لحين التعاقد مع مدير فني اخر. له كل الدعم من الجمهور أنا متأكد، والكلام اللي أنا طالع أقوله النهاردة أنا طالع أقوله لأني طول النهار منذ أن تم الإعلان عن فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني حاجة واحدة بس بتكلم مع جمهور الأهلي وبرد على كل الناس علشان أعرف إيه وجهات النظر، وأتكلم مع جمهور الأهلي ونشوف ونتحاور في اللي أنا هقوله بالليل، وأتحاور مع جمهور الأهلي في اللي أنا هقوله بالليل. جماعة الموضوع انتهى خلاص. مين السبب مش مين السبب؟ كان المفروض يقعد، كان المفروض يمشي. كلام اللي حضراتكم بتقولوا ده كله ممكن يقال علشان ان احنا نضيع وقت، مفيش مشكلة.